ميت سندوتشات. هيك كنا نعمل منقوشة الجبنة بفرد المناقيش. شوف شو ناخد معنا. العجينة طبعا من الفرن، ناخد معنا الجبنة. أطيب خلطة جبنة للمناقيش، عكاوي محلى بينبرش بينقع بالمي ليروح منه الملح، حلوم وموزاريلا. النسب 50% عكاوي، حلوم تقريبا 25% و25% موزاريلا. كانت تبعت معنا مرطبان صغير في زيت والسمسم البلدي المحمص. شوفوا شو كنا نعمل نحن. حقلكم كيف كنت اعمل منقوشي بفرن المناقيش وانا صغيره. يعطينا الفران هالعجينه بعد ما يكون رقيقه، خلينا نرق العجينه، بخمر العجينه ساعه، بعدين بقطعها وبريحها كمان شي نص ساعه، وغطوا العجينه عشان لا تنشف. بيسالنا الفران كم عجينه؟ بنقول له العدد وبيعطينا اياهم هيك. على طول بيكون هو رقيقهم ومريحهم. فلما نبلش بيقول لنا اقلبوها هيك وبلشوا عشان بيكون الوجه ناشف. رح نبلش على هاي المقاس. هلا حطها بالفرن من فوق. فرشاه ما كان عندنا، كنا نستيرها من الفران. نستير هالفرشاه وندهنها زيت. وانتبهوا ممنوع نكتر جبنه عشان يكفي الجبنه لكل المناقيش. يبي انا امي وقت كانت تبعتني يمكن هي عامله بحسابها 10 مناقيش، انا يطلع معي 4. السمسم البلدي المحمص اطيب اضافه ل هلا بحطها بقلب الفرن. فرن حامي، عجينة كتير طيبة، العجينة طرية، الأطراف محمصة. يا الله هالمنقوشة ما أطيبها، كتير بحب أنا الأطراف المحمصة. وأهم من رجعتنا على البيت إنه نرجع معنا كل الكاسات أو المرطبين اللي أمي عطتنا إياها يعني.